زي ما شايفين هذه question it's a calculator question وبدي use the second derivative test to find and classify turning point وconfirm your answer graphically the turning point اللي هي zeros of the first derivative فبطلع zeros of the first derivative فبعمل هاي differentiation فبتصير f prime of x equals 6x مينس 18 بعملها equal to 0 انا بدي اطلع 0 استبداها فهذا means انه x equals 3 بما انه طالب second derivative test اذا لازم اطلع f double prime f double prime شو يدره 6x يعني 6 يعني positive خلاص that means هي 3 it is positive شو يعني positive يعني concave up يعني 3 is a minimum done confirm your um, solution graphically look at decimals وخلينا نكتب الفانكشن الفانكشن هي 3x squared oops أكد هيك الكوشن أشوف اكد بس 3x 18x 48 سوري واضح هاي كمان من من التشابتر تبع الكوادراتكس المفروض تعرفوا كونكيف اب يعني فاتحه لفوق أوكي صغرها شوي عشان تشوفوها طلاب طلع هاي أوكي خليني أغير إذا بدك السكيل شوي ما في داعي بس انه يو كان سي ات ناو الاكس اكسس اعمل لي اياها مثلا ماينس 10 خلص بوينت والواي ويه او مش ماينس ماينس اي ماينس 10 وهي اعمل لي اياها مثلا اه 40 ذاتس جود انف فزي ما انتم شايفين كونكيف قديش هاي البوينت 3 3 ماينس 75 طبعا لازم تطلع 3 وتطلع الواي اللي هي 75 زي ما بالضبط ما طلعناها هون خلينا نشوف المارس كيم تطلع المارس كيم هي ات اكس 3 كبرها شوي شايف هاي الفانكشن خلينا نشرح الرول اول شيء بنطلع الاف الزيرو تبعين الاف برايم اللي هو السي هي بعدين بنحط السي بالاف دبل برايم اذا طلع ليس ذان زيرو يعني نيجاتيف بتكون ايش كونكيف داون يعني بتكون ماكسيمم لانه هيك الكونكيف داون يعني هي ماكسيمم طب اذا كانت الاف دبل برايم اكبر من الزيرو يعني بتكون كونكيف اب شو يعني كونكيف اب يعني بتكون مينيم اذا كانت اف برايم سي ايكوز اف دبل برايم سي اوكي بكون السكند ديريفيتيف تيست از ان كونكلوسيف ما بزبط لازم نستخدم الفيرست ديريفيتيف تيست بس هاي مش ذا كيس هاي طلعنا الفيرست ديريفيتيف تيست وهي السكند ديريفيتيف تيست طلعت لنا اكس second derivative equals to 60 yani, it's always positive sheani positive يعني yani, concave up يعني yani, it's a minimum point which is point 3 75 زي ما شفنا من desmos